مشروع رياض الأطفال بالنسبة لبلدة نعيمة يشكل نقلة نوعية من الواقع التعليمي، كون هذا المشروع غائب من أكثر من 5 سنوات عن هذه البلدة بسبب الظروف الراهنة التي عاشتها البلاد. لا يوجد أي إمكانية لتطوير هذا المشروع، بالرغم من سعينا الكبير لتأمين جهة مانحة لرعاية هذا المشروع، لكن ما زال الفريق يتلقى الوعود.